السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وياي فيديو جديد. الفيديو هذا عبارة عن فيديو 2015، نشوف سنة 2015 شنو كانت مميزة بالنسبة لنا القناتي ولكم كذلك، وانتم يا متابعين القناة استمتعتوا حيل بسنة 2015 ولو ان في تغييرات شبه بسيطة كذي وضايقتكم، ولكن هم بعد انا كنت خايف من التغييرات هذه، بس الحمد لله الكل انتسب وتفهم التغييرات اللي صارت بالقناة والله يعطيكم العافية. فبداية حبيت أشكر كل الشباب اللي ساهموا وصول 18,500 مشترك بقناة ريد فوك زيرو، هذا عدد جدا كبير بالنسبة لي والله يعطيكم العافية. فعلا كانت يعني لحظة، يعني 2015 فيها لحظات لا تنسى، استمتعت وياكم واستانست وياكم وسويت أشياء يعني ما كانت تخطر على بالي أني أسويها قبل سنة 2011 2012 2013 2014، كل شيء يعني صار ب 2015. فبداية حبيت أشكركم يعني خصوصا من قنوات صديقة مثل عادل المقرن، جيمر سناك، أولد جيمر، فور جيك سكاي أولي، هم بعد عندنا كيو إتك، بي 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 جيمر، شباب واجد ما قصروا، هم بعد خالد المعطش وناس واجد، والله عندي لستة طويلة لو أقدر أتشكر لهم يوم يعني اليوم كله ما راح أخلص، ولكن تعرفون نفسكم فشكرا لكم. وكذلك المتابعين القناة اللي ساهموا واستمتعوا بالقناة وشافوا فيديوهات وضحكوا واستانسوا، واللي كانوا تقريبا وياي من بداية القناة لليوم هذا، او اذا كان شخص مشترك جديد واستمتع يعني بالمحتويات اللي انا سويتها واستانست ودعمت القناة من قلبك او من كل قلبك، فشكرا لك صراحة الله يعطيكم العافية. هذه رسالة شكر مني لكم، فسامحوني على التقصير، هذا اللي اقدر اقوله لكم بالوقت الحالي. بس خلونا نتكلم سنة 2015 شنو كانت مميزة يعني بالنسبة لي ولكم. بعد سنة 2015 يعني ما كنت أتوقع أنها راح تكون سنة يعني عظيمة لقناة ريد فوك زيرو، يعني سنة ممتازة لقناة ريد فوك زيرو. لو نشوف يعني من بداية 2015 فعلا يعني المقابلة ومعرض جيمز وأشياء هذه صارت كلها ب 2015، واستمتعت صراحة بأشياء واجد سويتها ب 2015. بداية بالمكان هذا، المكان هذا أنا نادي محطة الفضاء الخارجي، في بعضكم يقول شنو محطة الفضاء الخارجي، فبدال لا أسميه مكتب سميه محطة فضاء خارجي، الكل راح يستانس يستمتع على التسمية هذه لأنها تسمية حلوة. لو أقول هذا مكتبي، هذا مكاني، هذا مدري شنو، ما الناس ما راح تستانس، ما راح يكون يعني في شيء اسمه حس أو حس دعابة. لو أقول تم نفي من الفضاء من الأرض إلى الفضاء الخارجي واستغريت محطة الفضاء الخارجي، فراح تصير قصص، قولنا شلون القصة، قولنا كذي، قولنا كذي، فتدخل بموضوع الكلام والوناسة والأمور هذه اللي أنتم تحبونها. بالأول والأخير عالم الفيديو جيمز هو خيال، وأطلق خيالك مع عالم الفيديو جيمز، هذا اللي دائما أشوفه مع عالم الفيديو جيمز. شنو عندنا بعد هني؟ يوم استغريت بالمكان هذا كان هو أساسا أول مكان أشتغل فيه بالفيديوهات قبل، ففعلا يعني بداية بديت بزاوية ورا الغرفة هذه، بديت بزاوية بسيطة، ما كانت عندي الخبرة، ما كانت عندي المعلومات اللي اكتسبتها يعني على مدار السنوات، وفعلا يعني قعدت احاول اسوي، قعدت احاول احط، قعدت هذا، والحمد لله يعني صار شيء، يعني الحمد لله صار شيء. ولكن يوم انتقلت للمكان هذا صار خرير، انهيار، ديناصورات، وطلعت من المكان هذا ورحت رديت مكان ثاني بالصالة، وبعدها انتقلت للمكان ثالث اللي هو المكان اللي انتم عرفتوني فيه اللي هو زاوية بغرفة النوم، يعني بغرفة النوم زاوية وضبطتها وسنعتها والأمور هذه، واستانست يعني بالمكان هذا حيل اللي هو الزاوية، وفعلا من هني انطلقت يعني مسيرتي مع القناة ومستانس. أما يوم رجعت للمكان هذا فعلا حسيت براحة وناسة أني قدرت يعني أخذ راحتي بالمكان هذا، أشتغل ألعب وأسوي اللي أقدر أسوي بالمكان هذا، يا مشاهدة أفلام والأمور هذه، لأن هي أعتقد هي محيطي الخاص يعني بالاستمتاع والتصوير ومشاهدة الأفلام والأنمي كذلك. يعني أشياء واجد صراحة صارت في الغرفة هذه حين، منها فتح صناديق، منها أشياء واجد، يعني ما خلونا نخلي الشيء هذا، بس أهم شيء اللي صار الحدث المهم سنة 2015 أني انتقلت لمحطة الفضاء الخارجي. الشغلة الثالثة اللي هو أو الشغلة الثانية اللي هو دعم شركات القناة ريد فوك زيرو، فعلا في شركات واجد دعمت القناة، منها MSI، إيفر ميديا، لوجيتك، الشرق الأوسط، بعد في اعتقد في شركه اي بلوتو ارسلت لي نسخه مراجعه حق لعبه فول اوت 3، طبعا هذه مو نسختهم، هذه نسختي انا شريتها بفلوسي، بس اللي هم ارسلوا لي كود اساسا يعطيكم انطباع عن
اللعبة. وطبعا انا من عشاق لعبة فول اوت، احب فول اوت، ومثل ما تشوفون ورا فيه هني فول اوت انثولوجي. من ضيق الوقت اللي انا مريت فيه غضون الاسابيع والايام اللي طافت حيل هذه، ما قدرت حتى اسوي فتح صندوق حق الشغلة هذه اللي هو ورا. وكذلك عندي صندوق العاب برنامج جديد حلو صراحة، فكرته حلوة، اسلوبه حلو، فهو بتعاون مع وكذلك بتمويل دراجون عرب ستور، وهو راعي البرنامج الاساسي، وفعلا يستاهل الرجال هذا انه سوى شيء عندي في القناة، او سوى اعطاني يعني فرصة اني اتكلم عن مجسمات والامور هذه عندي هني بالقناة. الله يعطيك العافية دراجون عرب ستور، ممتلك صراحة. هم بعد شنو عندنا؟ عندنا المقابلة التلفزيونية. المقابلة التلفزيونية ما توقعت يوم من الأيام أني أطلع بالتلفزيون وأتكلم ولي نص ساعة أني أتكلم وأعبر وأقول عن قناتي وكذي، يعني ما توقعت أساسا أحك راسي أقول شلون بطلع مقابلة تلفزيونية، يعني ما توقعت يوم من الأيام أني أطلع مقابلة تلفزيونية، وصار الشيء هذا وطلعت مقابلة تلفزيونية. ولكن يعني كان الاستوديو حيل حيل بارد، هذا اللي أقدر أقول لكم، يعني حيل حيل بارد. زين أني تمالكت نفسي، خليت نفسي رسمي حيل، عكس يعني بالقناة ممكن تشوفوني مرح، ولكن شيء رسمي بالتلفزيون لابد انك تكون رسمي، لابد انك تكون جنتل، ما تكون يعني خبل، هذا اللي انا اقصده، او تكون خبل مثل ما اللي قاعدين نسويه الحين. فالحمد لله، الله يعطيه العافية محمد اكبر، هو المذيع يعني تقريبا بصراحة، يعني كان طرحه وحواراته معاي والامور هذه واسئلته ما كانت لي معقدة، بالعكس وكان انسان يعني سهل وسلس بموضوع يعني شلون يسأل والامور هذه، مع انه كانت عندي ضغوطات. فشغل المذيع حلو صراحة، انه يشيل عنك الضغوطات، في عكس المذيعين يزيدون عليك الضغط، ولكن كان شيء حلو صراحة. الله يعطيك العافية محمد اكبر، وكذلك الله يعطيكم العافية انكم شفتوا المقابلة موجودة عندي بالقناة، وطبعا راح احط الرابط تحت بالوصف. هم بعد الشيء الثاني اللي تم توثيق قناة ريد فوك زيرو من قبل اخوي وصديقي طارق العسكر، الله يعطيك العافية طارق العسكر. الشخص هذا ما شاء الله تبارك الرحمن، وهو محترف بالتصوير طبعا، يفوقني قدرات، كن وياكم صريح، يفوقني قدرات يعني من الجودة اللي هو يقدمها، الاشياء اللي هو يسويها. واليوم شفت له قاعد يلعب The Witcher 3، استهنت صراحة، قاعد اشوف بث مباشر انه قاعد يلعب The Witcher 3، شيء حلو صراحة. ادخل عالم الجيمز مرة ثانية طارق العسكر، نسيت اسمك شوية. كان يعني التوثيق والامور، انا راح احط لكم الفيديو تحت بالديسكربشن، ولكن الرجال هذا يستحق الدعم صراحه، لانه فعلا عنده خبره بالتصوير، وبامكانكم تتعلمون وتستفيدون من خبرته وتسالونه اذا كان عنده شيء بامكانه انه يفيدكم. فعلا انا اتمنى لو يعطيني من خبرته شوي، مع العلم ان في ناس يقولون لا انت خبرتك ممتازه لا باس فيها. انا اطمح يعني ابعاد الشخص اللي يصور ويحب يصور ابعاده واجد حيل، يعني ابعاده بالتصوير والزاويه والامور هذه، فيكون فكرة شلون يستخلص او يطلع لكم شيء حلو وبجمال وبشيء يعني ما في ملل. ففعلا شغل طارق العسكر ما حسيت بملل، ما حسيت يعني انا اتكلم يعني عن يعني انا عن شغلي مصور، انا احب التصوير احب كذي، ولكن انا احب اتكلم يعني عن انجازات الناس فعلا، لانهم يستحقون الدعم والتأييد، يعني من ناحية اذا دعمه وتأييده انه يستمر بالشيء هذا. فانا راح احط رابطه تحت بالرابط القناه تحت عندي هني بالديسكربشن، فيا ريت انكم تعطونا دعم وتشاركون الشخص هذا اهتماماته. هم بعد الشغله الثالثه والمهمه، او الشغله الرابعه والمهمه، اللي هي معرض جيمز. ما توقعت يوم من الايام اني احضر معرض جيمز لسنه 2015. وصلتني دعوه لمعرض جيمز فعلا، ان شافوا شغلي شافوا اموري يعني ما فعلا، وكان يعني نوعا ما صعب علي المعرض، وكان نوعا ما سهل وممتع. بس شلون اقدر اوصفها يعني، شلون اقدر اوصف لكم اللحظات هذه؟ صعب ممتع وغير سهل ومغامرة حلوة، هذه تقريبا الاشياء اللي اقدر اوصفها يعني، او اعطيكم ملخص عن وصف المعرض نفسه. ف شنو اللي صار بالضبط؟ يعني انا خذيت معداتي وخذيت اغراضي، وكانت يعني رحله وسفره، وصراحه يعني لقيت هناك ناس منهم كومنتيترز، هم انا ما ناديهم كومنتيترز، انا اسميهم صانعين محتوى، لانهم هم يصنعون محتويات. ما يعني الكومنتيترز ما ادري شلون، يعني اعتقد ان شخص يعلق على شيء، هذا مو تعليق على شيء، هو انسان يصنع المحتوى. فلقيت احمد النشيط على جيمر سناك، كيوتك، الشباب هناك كلهم لقيتهم، وكذلك شباب إماراتيين لقيتهم بالمعرض، واستأنست صراحة
التغطية والشغل هناك والأمور هذه. ولكن صار شيء مو بالحسبان يوم رجعت للكويت هني، نص الملفات اللي أنا سجلتها صار لها كربت يعني تقريبا، أو انهارت الملفات. فصفيت على 25 دقيقة. أنا بحاول أرتب لكم فيديو بسيط إن شاء الله جدا عن معرض جيمز 15 وبرفع لكم بالقناة. وهذا اللي قدرت أحصله تقريبا، راحت مقابلات، راحت أشياء، راحت أمور واجد، وهذا اللي ضيق خلقي. طلع السبب من الـ SD كارد نفسه. الـ SD كارد اللي عندي تقريبا مو مضبوط، أعتقد من ماركة لوكسر، ولكن مو مضبوطة بطقة. فعندي واحد ذهبي وهو اللي سلم، هذاك ما سلم، فهذه المشكلة، هذا اللي صار. ففعلا يعني يوم راحت الملفات هذه أنا تضايقت حدي، بس السنة الجاية إن شاء الله راح تكون أحسن. السنة الجاية بإذن الله راح تكون أحسن. كذلك عندنا أشياء حلوة هم بعد ب 2015 صارت ككوني كجيمر. معرض E3 كان حافل بالإنجازات، كان يعني حافل بأشياء ما راح ننساها، نقعد سنوات 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 طويلة نتكلم فيها، منها إعلان عن شنمو، منها إعلان عن فان فانتسي، ذا لاست جارديان، مايكروسوفت قدمت اللي عندها من دعم ألعاب الأكس بوكس 360 وكذلك ألعاب جديدة، سوني قدمت اللي عندها، نينتندو سوت اللي عندها، ولكن أنا يعني عندي انتقاد بسيط عن نينتندو وبعد شوي راح أتكلم فيه. ففعلا كانت السنة هذه سنة كيك ستارتر، سنة معرض E3، سنة يعني تكون ككونك يعني فخور كلاعب فيديو جيمز. ميتل جير نزلت، فولاوت نزلت، ذا ويتشر نزلت، ألعاب واجد كنا ننتظرها تقريبا من سنوات وفينا شغف أن نلعب الألعاب هذه، جت بسنة 2015. وطبعا سنة 2015 هي أعظم سنة حق لاعبين الفيديو جيمز، لأنها صارت أشياء واجد حلوة، والحمد لله أن الكل مسرور والكل مستمتع بوقته. عندنا هم بعد شيء ثاني اللي هو القناة. أنا بتكلم عن القناة شوي قبل أختم الفيديو، بعدين أخذ تطلعات 2016 من ناحية القناة والأمور هذه. وكذلك عندي أسئلة المتابعين، لأني حطيت سؤال ذاك اليوم بالإنستغرام، فحبيت أجاوب على بعض الأسئلة بشكل يعني سريع ومختصر. فالله يعطيكم العافية صراحة، يعني فعلا يمكن أنتم شفتوا في تقصير من عندي بسنة 2015 من ناحية المحتويات والأمور هذه. فعلا أنا لازلت أطور وأبحث شلون أقدر أوصلكم محتويات حلوة ما تضايق الجميع. فعلا مثل ما تشوفون هذه كاميرتي الباناسونيك AC-AG90. هذه الكاميرا سويت عليها بحث طويل، يعني حطيتها مقارنة بين الكاميرات، يعني حطيت GVC سوني كانون باناسونيك وقارنت بينهم. يعني قعدت فترة طويلة أشوف الكاميرا وأشوف جودتها وأطالع الكواليتي فيها وشنو أتوقع الكواليتي اللي فيها، مع العلم أن يوتيوب ما يعطيك جارانتي 100% حق كواليتي الكاميرا، ما يعطيك جارانتي 100% حق كواليتي الكاميرا. ففعلا شفت سوني وشفت GVC وشفت الأمور هذه، فقلت أنا أبي كاميرا وثائقية، تكون وثائقية ما تكون والله سينماتيك أو يعني نفس نظام كوميرشال أو مشروع أو الأمور هذه، لا أبيها تكون فول دوكيومنتري. فرسيت على الكاميرا هذه فاشتريتها، وفعلا أنا فخور أني اشتريت كاميرا الباناسونيك AG-AC90. وهم بعد يعني عندي كاميرتي السوني NEX، مثل ما تشوفون هذه كاميرتي اللي خدمتني سنوات طويلة بالقناة، وأنا أجيب لكم الصورة وأوثق لكم. وفعلا أنا ممتن للكاميرا هذه، أنا أعطتني جودة اللي أنا أبحث عنها، ولكن جاء الوقت أن أتنحى الكاميرا هذه. كنت أفكر أبيعها بالفترة الأخيرة، ولكن قلت أنا بحتفظ فيها بالمتحف، وكذلك بحتفظ فيها وبسوي فيها كذلك مشاريع سرية إن شاء الله تشوفونها ب 2016. فهذه كاميرتي الحين بشوف لها مكان بالمتحف. فعندي هم بعد شيء جديد صار ب 2015، شيء عجيب صراحة. مثل ما تشوفون هذه هي جستي تلفزيون السوني BBM اللي أنا أحبه واستأنس فيه، وفعلا أعطاني نكهة جديدة بألعاب الفيديو جيمز. أجهزة كلاسيكية من نينتندو 64، بلاي ستيشن 1، دريم كاست، سيجا ساترن، بلاي ستيشن 2، والمزيد إن شاء الله قادم بالدرب، لأن سنة 2016 راح تكون فيها ألعاب كلاسيكية وفيها ألعاب حديثة راح أتكلم فيها. وفعلا يعني أنا ما اشتريت الألعاب هذه مجاملة والأمور هذه، أنا عشت ذكرياتي مع الألعاب هذه، مع لعبة ستار وورز روغ سكاي وودرن على الأيام النينتندو 64. اشتريتها تقريبا بعيد الفطر، أعتقد ما أدري أي سنة بالضبط، ولكن بالـ98 يمكن، بالـ98 إذا ما خاب ظني، بالـ98 يمكن بالـ98 اشتريتها، يمكن هي تقريبا 97، ولكن اللي أنا أذكر أن بالـ98 اشتريت اللعبة هذه. وكذلك اشتريت لعبة ساوث بارك، حلوة اللعبة، ما أقولكم مو حلوة، ولكن اللي أعطاني فيها هايب زيادة اللي هو برنامج سايبر نت على تلفزيون الكويت
اذا كنت تذكرون البرنامج هذا، لان كانوا يحطون واجد عن ساوث بارك وكانت اللعبه يعني حيل حلوه، فاحب العبهم واعيش التجربه يعني وياهم ثاني مره، ولكن المره هذه راح تكون بكواليتي يعني عيني ما شافت مثله، او يعني عيني ما شافت مثل الصوره هذه او النقاوه هذه. وفعلا يعني انا استانس صراحه اني امتلكت التلفزيون هذا، وحدي مستانس لاني راح العب واستانس واستمتع ثاني مره بالالعاب اللي انا حبيتها. وهذا يعني تقريبا اللي عندي عن سنه 2015. يعني لو نفكر ولو نشوف في اشياء واجد، محتويات واجد صنعتها ب 2015، وان شاء الله انها تكون حازت على رضاكم واعجابكم. والحين جاء وقت تطلعاتي ل 2016. تطلعاتي ل 2016، انا ما راح اتكلم عن الالعاب او اتكلم عن الامور هذه، انا بحاول باذن الله اشد حيلي ب 2016 اني اقدم لكم من الاحسن للاحسن، احاول ارتب جدوله، وممكن انتقل من المكان هذا لمكان ثاني، بس هذا يعني انتقل على قرابه 6 شهور كذي وبعدين ارجع المكاني هذا، ما ادري يعني على حسب الظروف، على حسب شنو راح يصير او شنو مغبي لي المستقبل. الله اعلم شنو مغبي لي المستقبل، يمكن اعيش اليوم، يمكن باكر اموت، الله اعلم ما ادري. ولكن يعني احب احط عندكم فكره اني 2016 راح انتقل المكان الثاني، ما ادري بس متى، ما ادري مو اكيد، ولكن راح انتقل المكان الثاني لفتره بسيطه وبعدها راح ارجع للمكان هذا بشيء جديد اساسا. فما ادري شنو مغبي لنا 2016، وكذلك يعني انا ما ادري شنو بالضبط مغبي لي 2016، ولكن اللي اقدر اقوله لكم تطلعاتي 2016 انه ان شاء الله باذن الله اشد حيلي بالقناه، ادرس على محتويات احسن واقدمها لكم صورة يعني اللي انتم تحترمونها وتحبونها. هذا الشيء اللي انا احبه. فجاء الوقت ان احنا ننتقل حق اسئلة اللي ذاك اليوم حطيتها بالانستغرام، او يعني حطيت اخذت اسئلة من الانستغرام بجاوب عليها بعد شوي. الحين جاء دورنا ان ناخذ الاسئلة، شوف اسئلة الشباب، لاني حطيت ذاك اليوم فيديو اني اجمع اسئلة الشباب بالانستغرام، تقدرون تروحون تتابعوني بالانستغرام، عندكم تحت مكتوب هني ريد فوكس ات ريد فوكس زيرو، كذلك التويتر اذا حابين تواصلون معي او عندكم سؤال او شيء توجهوا لي بالمنشن. اهم شيء التويتر هذا اهم شيء، وكذلك الانستغرام عشان تقدرون، او بالتويتر اهم شيء عشانكم تمنشنوا لي، وكذلك ان شاء الله بفتح هاشتاج جديد اساس اني كذلك اخذ اسئلتكم اذا حابين تسالون اسئله. فبسم الله خلونا نبلش مع الشباب. طبعا في واحد من الشباب سائل يقول لي ليش ما تنزل مقاطع عن جراند او كود 12. طبعا قناتي مثل ما تشوفون انا ما اركز على كول اوف ديوتي واركز على كود واركز على ماينكرافت والامور هذه، انا اركز اني اعطيكم شيء جديد بحياتكم، شيء جديد خارج الدوامه اللي انتم قاعدين تعيشونها، كود وكول اوف ديوتي والامور هذه، هذه دوامه اللاعب الحين عالق فيها بالوقت الحالي، فاحاول قد ما اقدر اطلع من الدوامه هذه يشوف العاب جديده ويستمتع باستكشاف الالعاب الجديده سواء كانت قديمه او كانت جديده، له الخيار شلون يمتلك اللعبه وشلون يلعبها، له ألف خيار تقريبا. فعندنا هم بعد سؤال ثاني يسألني شخص يقول لي شنو أفضل مايكروفون للمبتدئين باليوتيوب، وين ينباع المايكروفونات، وين ينباع بالكويت، يعني مو محل يعني محلات مو مواقع. طبعا أنا ما أعرف، أنا أعرف الهاي بروفيشنال مايكروفونات تنباع بالكويت، في محلات تنباع بالكويت مثل ريكو والأمور هذه، بس أغلب يعني المايكروفونات حق المبتدئين إذا أنتم تشترونها فكل اللي عليكم أنكم تروحون الإنترنت وتشترون من الانترنت، او عندكم موقع مستر بابو يوفر لكم كل شيء. مستر بابو اسمه، مستر بابو اكتبوه بالعربي وراح يطلع لكم بالجوجل، ما راح تضيعون. طبعا عندنا سؤال وين شريت طاولة الكمبيوتر. طبعا هذه هي طاولة الكمبيوتر اللي هي طاولة الورك ستيشن بشكل عام، هذه اشتريتها من ايكيا، تقريبا ممكن سعرها ب80، تقريبا ممكن سعرها 80، ممكن سعرها 50 كذي، ما تذكر السعر، ولكن اللي اذكره ممكن يا 70 يا 80. هذه الطاولة اشتريتها من ايكيا. عندنا سؤال ثاني، ليش ما تنزل العاب عاديه عندك بالقناه. ما ادري شنو بالضبط يعني اذا كان يقصد العاب عاديه، ولكن في العاب ممكن تكون العاب عاديه على البلاي ستيشن ستور، تكون يعني العاب اندي، بس ما مستحيل يعني في لعبه ما تكون عاديه، في العاب عاديه يعني تشوفها عاديه نوعا ما، ممكن تكون ممله او عاديه، فعلى حسب يعني تدخل بالنمط هذا. فما ادري، انا ما اقدر احكم على كل الالعاب انها ممله، لازم اجرب والعب واشوف. فعلا ان شاء الله بالمستقبل بحاول افكر اشوف الالعاب اللي تستقطبكم او يعني انتم تحبونها او تحبون طريقتها وستايلها. طبعا في عندنا سؤال ثاني يقول في محل بالكويت يبيع اغراض حق النينتندو 3DS او الويو غير الاشرطه. طبعا في محلات تبيع اكسسوارات وتبيع اشياء، بس اذا ما ادري والله بالضبط، اكسسوارات الويو واجد، حيل حيل واجد اكسسوارات الويو، اغلبها تحصلها مجمع الرحاب.
بغيت سيت اب، وانا مو خبير بهالسوالف هذه. يعني فينا اعتقد ان في ناس بتاخذ راي من ناحيه شلون تسوي السيت اب او الامور هذه وتضبط يعني مكانك، وهو حسب طريقتك وطريقه شلون انت تعيش بالمكان هذا. يعني على سبيل المثال ممكن انت ما تكون مصور او صانع محتويات باليوتيوب، يعني ما تكون عندك الخرابيط هذه كلها واجد. يعني هي مو خرابيط، هي معدات انا اسميها، ولكن بنظركم نقدر نسميها خرابيط. فهمت شلون؟ فانا عندي طاوله هني انتاج، وكذلك عندي طاوله تصوير ورا مثل ما تشوفون، وعندي طاولة الشغل حق الألعاب الكلاسيكية اللي أنا بسويها بعد شوي. يعني إن شاء الله ب2016 بشوف لي طاولة تحتوي كل الحوسة حق الألعاب الكلاسيكية اللي وراي، لأن شيء حلو، لأن قاعد أبث الحين من التلفزيون نفسه بث مباشر. هذا راح أعطيكم فيديو ثاني بعد. كم يكلف الستاب حق الجيمينج؟ هذا سؤال ثاني هم بعد. على حسب، يعني أنت شنو تشوف المعدات، شنو تشوف الأشياء، شنو تشوف الشاشات، شنو تشوف الأمور هذه. ممكن تسوي ستاب 100 دينار، ممكن تسوي سيت اب 2000 دينار، ممكن تسوي سيت اب 5000 دينار، على حسب شلون انت طريقتك وشلون زاويتك وشلون مكانك، فكل انسان له نظره. وطبعا الله يعطيه العافيه كيويتك هو اللي ساعدني بترتيب يعني المكان هذا، او يعني اعطاني نظره كنت غافل عنها من ناحيه الاورجنايز والامور هذه. انسان خبير صراحه بامور يعني امور الديكور والسوالف هذه. فانا انصحكم قناته تحت بالدسكربشن وحسابه تحت بالدسكريبشن. خلينا نشوف شنو افضل شركه اتصالات من ناحيه من ناحيتك، وهل الدي اس ال افضل منهم؟ ما عندنا الافضليه، فعلا انا ما عندي الافضليه، فاعتمد على شركه زين اساس اني اسوي لكم بث مباشر واشوف يعني شركه زين لا باس فيه بما ان هي تقدم لنا سرعه ال تي ادفانس، ولكن عندي انتقادات واجد لكم يا شركه زين اذا انتم تشوفون الفيديو هذا. ما ادري، عندي انتقادات واجد وانا ماني راضي عليكم بسنه 2015، كن وياكم صريح. يعني مع العلم ان خدمتكم حلوه، خدمه العملاء حلوه، ولكن عندي اشياء يعني بسيطه لازم اعطيكم اساس انكم تعرفون شنو احنا رغبتنا وشلون تقدرون تصححون الموقف هذا. شنو افضل لعبه لعبتها بحياتك، وافضل تلفزيون، وافضل كاميرا؟ طبعا افضل لعبه فيها العاب واجد لعبتها بحياتي. انتم تكلمون شخص عمره 30 سنه، فلا بد ان الشخص اللي عمره 30 سنه عاش ايام وسنين وهو يلعب العاب فيديو جيمز من ابتداء من اتاري، يعني اتاري لحقت على اخر عمرها من هذا، فصعب اني اختار لكم اللعبه، ولكن اقدر اعطيكم شغله ممكن تنفعكم. التلفزيونات اللي انا انصح فيها اللي هي تلفزيونات سامسونج، النظام المسرح اللي انصح فيه اللي هو نظام مسرح سوني، لان الصوتيات عندهم سوني شيء عجيب جبار صراحه. اما الكاميرا فعلى حسب انت شنو تبي الكاميرا، شلون طريقتها. فشوف لك كاميرا يعني جدا عاديه، يا تكون جو برو، يا تكون كاميرا مثل كاميرا السوني يعني اكس 5، هذه هم بعد تصور فيديو صورت فيها فتح صندوق حق الكاميرا نفسها. اشياء واجد صارت يعني كاميرات، في كاميرات واجد حلوه. افضل سماعات للجيمنج، للاسف انا ما اختار يعني سماعات واجد حق الجيمنج. في عندي سماعه ديابلو اشتريتها من زمان، وعندي سماعات هذه استعملها حق سماعات ريزر اعتقد، استعملها حق امور البث المباشر، بس صرت استعمل سماعات ديابلو حق امور البث المباشر، وهذا اللي راح اوافيكم ان شاء الله ب 2016 عن نظام اللايف ستريم اللي انا راح اسويه بشكل يومي، او اذا كنت العب لعبه واستمتع بلعبه. افضل 5 العاب لعبتهم، صعبه هذه، خلها على الصوب هذه. انزين، واذا كنت تكون متابع انمي، افضل 5 انميات شفتهم وتابعتهم. طبعا انا واحد من الناس ما احب الانميات اللي تمتد من 1 الى 800 حلقة، من 1 الى 500 حلقة، من 1 الى 400 حلقة. يعني في عندي انا 5 انميات باللستة، عندي بزيرك الانمي الاساسي قبل، مع العلم ان في ناس ما تأيد شيء واجد، بس انا اقول يعني بزيرك على يعني الاول اللي نزل بسنة 97، هذا يمكن شفته انا بسنة 2002 او 2003 تقريبا شفته كذي. وكذلك اذا بعدد لك 5 انميات انا استمتعت فيهم، عندي جونجريف، عندي بزيرك، عندي ناروتو بداية أول موسم يوم إنه كان صغير، وبعدين الدوري والأمور هذه، لأن عشنا أيام وياه بالجيم كيوب صراحة. يعني كنا نشوف الأنمي مني وكنا نلعب جيم كيوب كذي فايتنج مني. والأنمي الرابع اللي هو فول ميتال ألكيميست. في أنميات واجد لو بمدها توب 10، فول ميتال بانيك واجد، والله عندي في أنميات واجد منها جي تي أو، يمكن ذكرت جي تي أو. لا يعني انا ترى اميل للانميات القديمه اللي يكون يعني فيها نظام الانمي شويه يكون فيه دارك،
يكون في ساي فاي واجد، يكون في اشياء مثل كذي، فاحب الانميات اللي كذي عكس الانميات الحديثه. ما تدري شلون يعني، ما تدري شلون يعني الانميات الحديثه. في انميات ناس اعطوني فيها ريكومنديشن مثل وان بانش مان، ابو بوكس واحد، هذا اللي اقدر اسميه. في عندنا تقريبا اسئله، ابي اسالك شنو احلى تجميع للست اب؟ اوكي هذا السؤال جاوبت عليه قبل شوي. في ناس طبعا تسالني تقول شنو سالفه اللاج كول اوف ديوتي بلاك اوبس؟ ما ادري، هذا انا شفت ذاك اليوم محمد النشيط يتكلم فيها، فما ادري بالضبط. انا عايش مع اللاج وعشت مع اللاج ولعبت مع اللاج من ايام الاكس بوكس 360، فهذا شيء مو جديد علي يعني بالاساس، فما ادري شنو سالفه لاني ما العب اونلاين واجد العاب يعني مولتي بلاير اونلاين واجد، فركز على العاب السنجل بلاير. طبعا عندنا سؤال هنا، افضل لعبه بسيطه شفتها وانصدمت منها، يعني ناس كثيره شروها وحملوها هذه السنه، لعبه روكت ليج. روكت ليج انا اشوفها جدا بسيطه ولكن فكرتها ممتعه يعني، او اسلوبها يعني ممتع صراحه، يعني شيء جديد صراحه يعني، ولكن يعني جدا بسيطه الكل يقدر يحبها ويلعبها ويستمتع فيها. فهذه اللعبه اللي صدمتني يعني تحديدا، هذه اللعبه اللي بالاساس هي اللي صدمتني. متى فتحت قناه ريد فوكس زيرو؟ 2006 شهر 8 هذا اللي اتذكره، موجود تاريخ القناه يمكن. متى بديت حياتك بالجيمرزيه؟ طبعا انا بادي من زمان يعني حيل من زمان، انا احب العاب الفيديو جيمز من يوم اني كنت صغير، بس ولكن متى يعني حسيت بالعاب الفيديو جيمز وحبيت العاب الفيديو جيمز؟ مع الاكس بوكس او مع جيل الاكس بوكس 360 بدايته، والبلاي ستيشن 3 والوي، يعني حبيت هني صراحه لان كانت في اشياء واجد تطورات بحياتنا. هم بعد من البلاي ستيشن 2 حبيت، يعني حبيت من ايام بلاي ستيشن 2 والجيم كيوب، حاب الفيديو جيمز حيل. سؤال ثاني، شنو تتوقع ان كوجيما يسوي لعبه هالسنه؟ وهل انت متفائل بهالشيء هذا؟ طبعا انا متفائل حيل بكوجيما، مع العلم اني ادري انه هو نصاب شوي، بس انا متفائل فيه حيل لان انسان فعلا عنده خبره بالتطوير، اسلوب خياله واسع، اشياء يعني الرجال هذا قدم اشياء بصناعه العاب الفيديو جيمز ما كان الناس تتوقعها. ما رايك بدبلجه اساسين كريد سينديكيت؟ ما ادري بالضبط اذا كانت دبلجه مصريه، بس انا بتكلم عن لعبه جاست كوز. صراحة المدبلجين عندنا انتقلوا إلى مرحلة طويلة صراحة، وهذا الشيء اللي أنا ما حبيته. يا زلمة حقتلك يعني مثل كذي، يعني ما أحب السوالف اللي كذي، أنا أحب لغة عربية فصحى. أنا للأمانة مو مهتم يعني بسالفة الدبلجة والأمور هذه والسوالف هذه، أنا أشتري اللعبة أمريكية أو أوروبية، وحتى لو كانت عربية اشتريتها أنا أحط الخيار اللغة الإنجليزية لأني متعود أقرأ باللغة الإنجليزية. ما أحب أشوف اللعبة تتكلم باللغة العربية لأن ما أدري أشوفها مصالح أو مضبوط يعني، مو عن كذي يعني. انا ما اقول لكم، انا رايي شخصيا، انا ما اقول لكم والله امسكوا العصيان وروحوا كسروا اللي سووه الدبلجه، انا من رايي انا ما احب الشيء هذا. من وين استوحيت اسم ريد فوكس زيرو؟ بالبدايه كان ريد فوكس، بس ما ادري يمكن جبته من فيلم بريديتور او جبته من فيلم شفته قبل، يعني قبل على سنه 99 98 كذي شفته، بعدين قعدت اسمي ريد فوكس ريد فوكس ريد فوكس، ولكن ما كان يعني اسم شائع. بعدين سميت ريد فوكس زيرو اساس امتلك لي اسم ريد فوكس زيرو. ومتى وانت تلعب العاب الفيديو جيمز؟ وما هو جهازك وما هو اول جهاز لعبت فيه؟ طبعا اول جهاز لعبت فيه اللي هو الاتاري، ايام الغزو الصدامي الغاشم، كنا بالمملكه العربيه السعوديه، وفعلا اول جهاز لعبته اللي هو اتاري. اول جهاز لعبته اتذكر مون بترول يمكن كان اسمها كذي اللعبه، وكذلك فراغر، وكذلك لعبه بريلا او استغمايه اللي واحد يغطي عيونه وواحد يروح ينخش بالبيت مكان بالبيت وانت تلف بعدين طلع التلفزيون تقعد دوره. هذا اول جهاز لعبته اتاري. سعيد مع جستك يقول، واحد كاتب سعيد مع جستك، وباختصار هل كل الاجهزه تعطيك المطلوب بما انها تلعب العاب فيديو جيمز فهذا هو المطلوب، او بما انها تشغل العاب فيديو جيمز فهذا هو المطلوب؟ انا سعيد الحمد لله مع كل اجهزتي، سواء اكس بوكس 1، وي يو، بلاي ستيشن 4، نينتندو 64، العاب واجد انا سعيد اني امتلكتها وقاعد العبها لليوم هذا. اهم شيء ان المحتوى ولا يغرك الشكل من برا، هذا اهم شيء. طبعا ايش حيكون مستقبل قناتك؟ مستقبل قناة ريد فوكس زيرو مستقبليا، مع العلم اني اعرف هالقناة تعتبر من اقدم القنوات اللي تخص بالجيمينج في عالم اليوتيوب.
والله ما ادري، مثل ما قلت لك نشوف شنو 2016 مغبيلنا، فما ادري شلون الموضوع راح يكون ب 2016. وبالعكس انا مسرور اني قاعد اقدم واعطي واصنع محتويات والعب واشارككم باللي انا احبه، هذا اهم شيء. هل الجيمينج خرب شيء بحياتك؟ خرب اشياء واجد طبعا، هو ما خرب، ولكن انا متعمد اقول الاجابه هذه. ليش ما تسوي جروب لقناتك مع ربعك مثلا؟ احسن من انك تكون بروحك، راح تتطور القناة بشكل كبير. والأمور هذه بالأول والأخير يعني إذا كان يعني شوفوا، أنا ما أفكر أخلي القناة والله نظام جروب ولا الأمور هذه، أنا أفكر أخلي القناة تكون لي هذه الشخصية. ما أحب يعني أنتسب الجروب، ما أحب أني أكون كذي. فأنتم إذا فكرتوا بريد فوكس زيرو فتفكرون فيني أنا أحمد عسكر، شنو أنا قاعد أسوي وشنو أنا قاعد أحب وشنو أنا قاعد أستمتع فيه، يعني هذا المطلوب، هذا الشيء. ما أفكر يعني لو كانوا ربعي بيساعدوني على أمور التصوير والأمور هذه فأنا ما عندي مانع يعني، ولكن القناة تخصني أنا شخصيا وأحب أتكلم عن الشيء اللي أنا أحبه. واحد سألني سؤال قال لي أحمد متى تنزل لعبة سايلنت هيل حق البلاي ستيشن 4؟ للأسف ما فيه، تبخرت. والله يعطيك العافية وشكرا على المجهود الطيب. أفضل لعبة عندك؟ طبعا هذا يسأل واجد. متى تنزل الستوب كامل؟ ان شاء الله باذن الله قاعد اشوف طريقه جديده اساس اعطيكم صوره واضحه عن الستوب وطريقه يعني دقيقه حق ستوب 2016، شلون مسوي وشلون مسوي، شنو افضل جهاز هذا العام، سوني 4 اكس بوكس 1 ولا بي سي؟ كلهم حلوين، هم بعد الويو حلو. متى تنزل الحلقه؟ راح تنزل الحلقه بعد شوي. وبالنهاية الله يعطيكم العافية يا شباب، وشكرا لكم سواء كان مشترك قديم من مشترك حديث من مشترك نص قديم نص حديث، الله يعطيكم العافية انكم استمريتوا وياي بالفترة هذه الطويلة، وفعلا انا كنت مسرور يعني وياكم بتقديم الحلقات والمحتويات والاشياء الجديدة اللي قدرت اسويها ب 2015، وان شاء الله نتطلع لسنة 2016 ونشوف سنة 2016 شنو مغبية او شنو قناة ريد فوك زيرو مغبية لكم بالاساس. انا في اشياء واجد راح تصير، في اشياء حلوة راح تصير، وهذا اللي انا حاط عيني عليه يعني بالاساس اساس انكم انتم تستانسون وتستمتعون وتطلبون المزيد كذلك. عموما لا تنسون اللايك والسبسكرايب والشير وكذلك ريكومنديشن حق ربعك اذا حابين يبحثون عن قنوات شوية غريبة اطوار، فهذه القناة غريبة اطوار، ممكن تكون غريبة اطوار، لان اغلب الاشياء اللي انتم تشوفونها ما تحصلونها عند قنوات ثانية. اقدر اقول لكم قنوات ثانيه، انا ما شفت احد يتكلم عن سوني في بي ام، ما شفت احد يتكلم عن اشياء جدا غريبه او يعني حاول يلخصها لكم او يعطيكم فكره. فنستكشف ونشوف لكم شنو في شيء جديد بعالم العاب الفيديو جيمز. والله يعطيكم العافيه واشوفكم ان شاء الله بسنه 2016، مع العلم اني راح اخذ اجازه 10 ايام من اليوتيوب، يعني تقريبا مو يعني تقريبا شغل صناعه المحتويات، بس البث المباشر كل ما يعني حسيت اني بلعب راح اشغلكم البث المباشر واخليكم انتم تستمتعون وتستانسون وياي. فلا تنسون لايك سبسكرايب شير، باذن الله اشوفكم على خير وكل عام وانتم بخير.